بيروت احيانا في الصيف. اهلا وسهلا بكم. قبل لا ندخل في قضيتنا احب بس يعني اني اشكر الدكتور نايف الجهني اللي هو كان متحدث باسم الجامعه واشكر فخر ايضا اشكره لسبب بسيط. لو تتذكرون لما تحدثنا احنا عن جامعه الملك خالد كان عندنا مشكله في غياب راي الجامعه وكنا دائما نقول انه سبب الشائعات هي حجب المعلومات. الدكتور نايف الجهني يشكر لانه في النهايه حتى لو عندك انت خلاف في وجهات النظر او فكره بتشرحها اذا ظهرت للاعلام ووضحت وحتى اعترفت بقليل من الاخطاء وكثير منها في النهايه تخف المشكله وتصبح منطقيه وطبيعيه. فكل الشكر والتقدير على هذا الحس الاعلامي المميز ويحسب الحقيقه لجامعه تبوك وللدكتور نايف. وايضا اشكر الحقيقه صراحه فخر وزميلاتها. اعود الى موضوعي. موضوعنا اليوم هو عن التستر التجاري. واحنا لما نقول التستر التجاري نتكلم عن جنسيات عربيه هي الابرز في هذا الملف. ايضا نتحدث عن ارقام مرتبطه قضايا مثلا 1127 قضيه. قيمه الغرامات في العام الماضي صدرت فيها احكام صريحه بارتكاب مخالفه التستر بلغت 8 ملايين ريال. ايضا تواجه وزاره التجاره اتهام بانها لم تتمكن من تخفيف ارقام بلغت بالمليارات او القضاء عليها اذا مضى على هذا المطار 40 عام. واحصائيات ايضا تبين ان حملت الجنسيه العربيه كما قلت في البدايه تونا في المرتبه الاولى من بين الجنسيات التي يشتبه بهم بالتستر التجاري وبنسبه اكثر من 50%. والاسيويه طبعا تاتي بنسبه 28%. تحدث عن مليارات تروح برا البلد تتحول ما حد يستفيد منها. نظام الضريبي تحدثنا من قبل انه لسه مشلول لم يفعل. امور كثيره. نتحدث عن 140 مليار ريال حجم تحويلات التستر التجاري الى خارج السعوديه السنويه. طبعا الرقم يزيد. راح نناقش هذا الموضوع بس قبل ذلك خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود للنقاش بعد ذلك. يسير اقتصاد الظل او اقتصاد التستر بالتوازي مع الاقتصاد السعودي دون ان يلتقيا مطلقا، انسجاما مع القاعده الهندسيه الشهيره بان المتوازيين لا يلتقيان. بحسب الإحصاءات العالمية فإن اقتصاد الظل يمثل ما نسبته 20% من الناتج المحلي في معظم الدول. هنا في السعودية تشير التقديرات إلى أن التحويلات الناتجة عن اقتصاد الظل تتجاوز 140 مليار ريال سنويا. وتندرج تحت باب اقتصاد الظل في السعودية نشاطات عدة من ضمنها التستر التجاري. وبحسب وزارة التجارة فإن مجموع قضايا التستر بلغت نحو 1200 قضية، وذلك بحسب نظام مكافحة التستر التجاري الصادر في عام 2005. عدم استثمار الجهات المسؤولة لهذه النوعية من الأنشطة من خلال استثمار بدل ما يكون متستر يدخل بطريقة أو بأخرى في الاقتصاد المحلي من خلال استثمار مدخرات هذا المستثمر الأجنبي اللي جاي بشكل متستر أو متستر عليه في داخل البلد، يقلل حتى من التحويلات المالية الضخمة جدا اللي نشهدها للعمالة الوافدة. ويأتي قطاع المقاولات في مقدمة الأنشطة الاقتصادية المندرجة تحت بند التستر التجاري بنسبة 43%، يليه نشاط السلع الاستهلاكية بنحو 19%، ثم السلع الغذائية والتي تمثل نحو 8%. يعني ليس من المعقول ان غير سعودي يجد فرصة عمل وتحقيق ارباح ويحولها الى الخارج بالملايين والمواطن السعودي يبحث عن فرصة عمل، لان هناك مواطن سعودي اخر اعطى اسمه لغير سعودي ليمارس نشاط تجاري. هذا بلا شك ممنوع في كل دول العالم. وتسعى السعودية إلى دمج نشاطات تجارية تندرج تحت باب اقتصاد الظل كنشاط الأسر المنتجة لتصبح ضمن دائرة الاقتصاد العام من خلال تشجيع البازارات والأنشطة ذات الصبغة الاجتماعية لأجل خلق فرص أكبر لذوي المشاريع الصغيرة. عزام الخديدي، روتانا خليجية، جدة. حتى العرب اللي هذا تعتبر تصدل. عموما احنا على الهواء الحين رجعنا من التقرير. شكرا عزام. لمناقشه هذا الموضوع يسرني نرحب بضيوفي هنا في استديوهاتنا في الرياض، ثامر السعيد وهو الكاتب في صحيفه اليوم، وايضا الاستاذ سعد العجلان وهو رئيس اللجنه التجاريه في الغرفه التجاريه في الرياض. ابدا معك استاذ سعد. الغرفه التجاريه وضعت حملات تتضمن التوعيه من هذا الموضوع، هل احنا نحتاج لتوعيه ام قرارات حازمه وحاسمه؟ والله احنا نحتاج للجميع، لكن قد لا يكون فقط الاثنين هم اللي
كافين، قد يكون فيه أشياء إضافية تختص بالمجتمع وتطور المجتمع والحالة الاقتصادية للبلد. ويعني الظاهرة ليست يعني بقياس فقط أنه إحنا نعمل إجراءات والإجراءات أو القرارات ممكن تحل الموضوع، لأن حاولنا لمدة 40 سنة أو كذا، ويوجد إدارة عامة في وزارة التجارة يعني معنية بالتستر، ولكن يعني لم نستطع يعني كمجتمع، احنا لا أتحدث عن جهة معينة فقط، لم نستطع كمجتمع أن ننفك من هذه الظاهرة أو أن نحلها. نعم، لماذا؟ حقيقة يعني هو الظاهرة أظنها مرتبطة بظروف المجتمع، مرتبطة أيضا بعادات وتقاليد المجتمع، نمط الحياة في البلد، مرتبطة أيضا بالحالة اللي احنا فيها في السعودية، نشاط اقتصادي متميز وحالة اقتصادية واعدة، أيضا كون ان البلد ناشئ وبلد فيه فرص اقتصادية واعدة يستطيع يعني اقتناصها حتى الوافد. كل هذه حالات لم أيضا نأخذ الموضوع بصفة يعني كظاهرة ونعالجه وندرسه دراسة ومن ثم نعمل يعني على معرفة أسبابه وتشخيصه، وبالتالي بعد هذا كله قد نستطيع أن نخطط وأن نعمل تنظيمات. إحنا دائما نعمل على أو يعني نظن أن إنهاء الظاهرة يأتي من قرار أو عدة قرارات، وأن نعم. هذا استثمر، وانت تسمع التقرير وانا اقول 140 مليار ريال، قلت المبلغ اكبر من كذا بكثير. مبلغ كبير، يعني 140 مليار المبلغ كبير، وعدد القضايا، انا كنت اتكلم عن عدد القضايا انه 1100 قضية، هي 1127 هي القضايا اللي يعني صدر في حقها عقوبات. اعتقد ان الرقم هذا بسيط جدا مقابل الارقام الحقيقية الموجودة، يعني أحياء الرياض، أحياء المدن الكبيرة، تشهد عديد من المحلات اللي يعني حقيقة هي متستر عليها. يعني لو أخذنا مثلا حافز 80% من 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 العاطلات عن العمل أو من العاطلين هم عاطلات من سيدات المجتمع السعودي، وبينما مثلا في أحياء الرياض نلقى المحلات كلها بأسماء سيدات سعوديات، وهذا نوع من أنواع التستر. أعتقد أنه يشمل 70-80% من المحلات هذه الموجودة. يمكن هذا الرقم 1127 لا يعني كل هذه المحلات اللي احنا نشوفها في أحياء الرياض، أحياء المدن الكبيرة، في حتى المدن الصغيرة. يعني لذلك أنا كان هذا تعليقي، أن هذا الرقم بسيط جدا مقابل الأشياء اللي نشوفها شوف العين. يعني نعم، وزارة العمل قالت أنها راح تراقب إيداع الشركات رواتب العمال الموجودين. أيضا وزارة التجارة تعمل على مراقبة حسابات الشركات. تتوقع هذه المراقبة راح تفيدنا في مكافحة جرائم التستر؟ يعني لا شك أنها بتلعب دور في يعني في مكافحة التستر، ولكن في دور آخر أتفق فيه مع أخوي سعد، أنه المواطن نفسه صاحب هذا السجل التجاري أو الرخصة التجارية أيضا لابد أن يكون واعي لأضرار هذا التستر وهذا الاقتصاد الغير رسمي اللي قاعد يضر يعني في اقتصادنا الوطني أولا، ويعني من الجانب الوطني هو قاعد يضر في اقتصادنا الوطني، ومن جانب آخر هو يعني نفس المتستر قاعد يضيع فرصة عظيمة عليه بإيجاد مصادر دخل أفضل، بإيجاد أرقام أفضل من الأرقام اللي قاعد يحصل عليها من جراء هذا التستر. إذا استطعنا أننا نعمم يعني دور واحد للجهات الحكومية بتثقيف هذا المواطن من الجهات جميعها، إذا كان عاطفيا، إذا كان الفرصة الحقيقية اللي هو يفوتها عليه بجراء هذا يعني من هذا التستر، وأيضا من المراقبة الحكومية ب يعني متابعة الحسابات، الإيداعات، إيضاح الحوالات، هذه الحوالات اللي قاعدة تطلع. هذولا يعني 140 مليار لو حسبنا عدد المواطنين في المملكة وعدد ساكني المملكة لقينا الرقم المتبقي لإخواننا المقيمين الأجانب رقم كبير مقابل عددهم من الدخل، وهذا يشير إلى 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 مدخلات هائلة تضيع على أبناء الوطن. نعم، أعود لك أستاذ سعد، ما هي أغلب النشاطات اللي تتضمن ستر وكم تبلغ خسارتها؟ يعني
أبرز النشاطات اللي مرتاحين فيها، سواء الجنسيات العربية أو الآسيوية؟ موضوع التستر والله هو عادة في المؤسسات الصغيرة، وأحيانا في المؤسسات المتوسطة أو الشركات الصغيرة أو الشركات المتوسطة، وهذا يمكن الأسواق شاهدة على نشاط مثلا البقالات أو ما يعرف بالتموينات، تجد يعني في كل شارع وفي كل حي وفي كل مدينة وفي كل قرية تجد أنه هنالك يعني الآلاف من المحلات، والتي تدار ب يعني أسلوب فردي، يكون فيه عادة الفرصة أكبر لوقوع مثل هل النزيف المستمر، اللي أنا أتمنى أنه الحقيقة إحنا أيضا نطور أنفسنا في فهمه وفي التعامل معه، لأنه إحنا على مدار السنين بقينا في نفس المربع وفي نفس النظرة، ولم نستطع. من يتحمل أن صرنا 10 سنين في نفس المربع؟ والله أنا أعتقد أنه في بلد فتية زي المملكة هنالك فرصة أكبر من بلدان مستقرة و يعني خلنا نقول متشبعة اقتصاديا، بدأت في نوع من التشبع وكذا. إحنا في البلد عندنا ديناميكية في الاقتصاد، سرعة تحول، سرعة عجلة في دورة الاقتصادية، نشوء فرص جديدة ومحلات جديدة وأسواق جديدة ومباني جديدة، فبالتالي هذه بيئة حاضنة لظاهرة مثل التستر. لم يجري الحقيقة، يمكن أنا يعني أتطرق إلى تجربة هيئة الاستثمار في المملكة، يعني هي حاولت أن تقنن أو أن تتيح يعني فرصة لبعض المتسترين أن يعني يقننوا أوضاعهم أو ينظموا أنفسهم وفق قواعد ووفق أنظمة تؤدي في النهاية إلى أن يظهر أو تظهر هذه الظاهرة على السطح، وبالتالي يستفيد منها الاقتصاد في دورته وتعجل الاقتصاد، وألا تكون طفيلية على وانتهازية في الاقتصاد، بل تكون جزء من الدورة المحركة للاقتصاد الكلي. نعم. ودي تعلق أستاذ ثامر، وفي نفس الوقت نبغى نشوف إيش النموذج الأمثل اللي ممكن نحاكيه ويساعدنا على مكافحة جرائم التستر، وأيضا أن هذه الأموال يعني ما تطلع يعني خارج السعودية، تظل موجودة ويستفيد الاقتصاد. جيد. طبعا بداية وزارة التجارة لها الدور الرئيس بأنها تراقب وتتابع وتثقف المجتمع وتثقف نفس التاجر أو من يعني يهوى أنه يجد دخل إضافي، لأنه هو ليس تاجر بكل يعني بكل المقاييس، هو مضر بالعمل التجاري. فوزارة التجارة لها الدور الرئيس، وزارة التجارة بالأرقام اللي احنا عديناها قبل شوي لا أعتقد أنه دور يعني دور كافي من وزارة التجارة بالحجم الهائل الموجود المتوقع والحجم الهائل يعني اللي نشوفه، زي ما قلنا قبل شوي نقدر أن نحدد 1 و2 و3 وإحنا مارين في الطرق بين هذه المحلات فعلا ما هي محلات حقيقية لتاجر سعودي أو لشخص يعني نوى أن يبدأ عمله التجاري. إذا أردنا هيكلة هذه القضية وهذا الأمر حتى نحتفظ بهذه المبالغ الكبيرة التي يخسرها الاقتصاد السعودي لصالح اقتصاديات أخرى ودعم لاقتصاديات أخرى، لابد من أن يكون مثلا أن نقر ضريبة الدخل على الأجنبي، يعني هي وسيلة ممكن أن تجعلنا يعني نحتفظ بأرقام من هذه الأرقام اللي نخسرها داخل البلد، حتى لو كانت لصالح مصلحة يعني مصلحة الزكاة والضرائب راح تكون إذا قرينا مثل ما فعلت هيئة الاستثمار، يعني إقرار على ضريبة الدخل من المستثمر الأجنبي، هذا نوع من يعني من حل المشكلة وحل الحل للهروب هذه الأموال أو لتهريب هذه الأموال إلى اقتصاديات أخرى. الشيء الثاني أنه إذا ما قرينا ضريبة الدخل على المستثمر الأجنبي، على العامل الأجنبي، على الموجود يعني المقيم في المملكة العربية السعودية، سيكون حذر دائما في التعاملات، سيكون حذر دائما حتى في تحويلاته الخارجية، سنجبر أموالنا على البقاء في بلدنا. بلد مثل الإمارات العربية المتحدة يعني عندهم نموذج جيد بسبب البيئة المعيشية والحياة الاجتماعية في الإمارات وقطر كذلك، أصبح الأجنبي أو المقيم هناك مجبر على إنفاق كل ما يملك داخل هذه البلاد من يعني وسائل، أما وسائل ترفيه، أما يعني إحنا هنا في المملكة العربية السعودية وكاننا حصالة
للمقيم يجمع 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 حتى احنا فلوسنا حتى نصرفها برا. احنا فلوسنا يعني 12 مليون و700 الف سعودي يسافر في في, في الاجازات. نعم. خلال العام الماضي هذه يعني نقطة ثانية. لا كثيرة كثيرة عموما كثير ملفات عندنا يعني يبغانا مو بس نناقشها لنفكر استراتيجيا لازم يكون لها حل. عموما فاصل ونعود لإكمال النقاش بعد قليل. أهلا وسهلا بكم جديد. لازلنا نتحدث عن ملف التستر, تحدث عن المليارات التي تحول سنويا تحول على اللجان اللي تسعى لأن يكافحون ذلك. ضيوف الأعزاء الأستاذ سعد العجلان الأستاذ ثابر السعيد. أستاذ سعد تحدثنا احنا حتى في وقت الفاصل وقبلها عن موضوع يعني ليش ما احنا قادرين اذا جاز لنا التعبير توطين المال او انه نحافظ على المال داخل المملكة او يصرف داخلها لا من مواطنين ولا من يعني مستثمرين او يعملون هنا او الى اخره. هل الاسباب فعلا يعني انه ما في فكر اقتصادي واضح ام هناك اسباب اجتماعية يعني يتناقض حتى يعني يتناقض اداء السعوديين حتى فيها بمعنى انهم يتعاملون مع خارجية عندما يسافرون بكل أريحية مع قوانين دول أخرى ولكن لما تجي الموضوع عند المملكة العربية السعودية يرفض ذلك تماما. هل الأسباب اجتماعية أم الأسباب اقتصادية بحتة؟ الحقيقة في جانب التستر التجاري أنا أرى أنه يعني إذا وجدت إرادة لدى المجتمع بأكمله سواء أجهزة حكومية أو حتى مواطنين ومواطنات و كانت هذه الإرادة هي إرادة تحويل الفرد من مستهلك ومن يعني شاطر في الاستهلاك إلى شاطر في الإنتاج وكانت هذه الرؤية واضحة للمجتمع. أنا أظن أنه تكافل المجتمع بأجمعه سوف يحل هذه المشكلة لأنه وجود التستر التجاري والفرصة الكبيرة للقادمين الجدد لأن يكونوا رجال أعمال في بلد مثل المملكة العربية السعودية أظنها دعوة قوية للشباب السعودي للانخراط في الأعمال وعدم التكبر على البداية لأنه كثير الحقيقة من رموزنا التجارية والاقتصادية في البلد بدأوا بأعمال بسيطة والآن هم هامات وقامات على مستوى العالم. فأظن يعني ثقافة المجتمع وأنماط الحياة في المجتمع وسلوك أيضا السلوك الاجتماعي في يعني إحنا يمكن في المملكة يمكن كثير منا يعني إذا ما كان عاش في الخارج زي ما ذكرت شاف المجتمعات الخارجية يعني يتسوقون في الأسبوع مرة واحدة. إحنا يمكن كثير من البيوت يروحون للبقالة ولا ترسلهم البقالة أغراض ثلاث مرات وأربع مرات في اليوم. وبالتالي يعني إحنا محتاجين نفهم أنفسنا ومحتاجين نطور ذاتنا ونحول الحقيقة مفاهيمنا من الاستهلاك إلى الإنتاج وأيضا نطوع بيئتنا لأنه بيئة العمل اليوم في المملكة مع الأسف هي بيئة يعني تستقطب الأجنبي ويتعب معها المواطن. نعم. تحدثت أستاذ ثابر عن نموذج دبي وقطر. نعم قريب. لكن خلينا نروح نماذج أخرى عالمية يعني هل ممكن في أن نحاكي نماذج أخرى مثلا يعني أنا فكرتي أيضا أضيف لك يعني موضوع عدم وجود حلول لهذا الملف حتى الآن. من يتحمله؟ كم وزارة تحمله؟ هل وزارة واحدة أكثر من وزارة؟ يعني أعتقد أنه يعني إحنا الآن أمامنا وزارة التجارة هي المتحمل الرئيس وأنا أضع ثانيا صراحة المتستر نفسه والمواطن لأنه يعني طالما أنه لا يعي حجم المخاطر أو حجم يعني الأضرار اللي قاعد يحدثها في الاقتصاد الوطني أو في الاقتصاد المحلي والأضرار اللي يحدثها لنفسه يعني طالما أنه لا يعي هذا هو أيضا تحت دائرة الاتهام وتحت دائرة يعني المسؤولية لأنه وزارة التجارة هي الجهة المشرعة وهي الجهة المراقبة أيضا للأعمال التجارية للشركات للمؤسسات للأفراد المحلات والمعارض وما إلى ذلك. بعد ذلك يأتي المواطن. نأتي بعد كذا لتنفيذ العقوبات. مجلس الشورى أنا أعرف أنه رفض مثلا ضريبة الدخل على المقيم خلال أعتقد الأسبوع الماضي صحيح. إذا ما خانتني الذاكرة مجلس الشورى صوت بالأغلبية بعدم إيه يعني أنه الأغلبية ترى عدم النفع أو أنه لا يرى نفع من هذا. إحنا عندنا الآن مبالغ بهذا الحجم بهذه يعني هذه الأرقام قاعدة تطلع من السعودية
بدون أن يكون لها أثر ولا فائدة. يعني معروف زي ما قلنا إحنا عندنا أو زي ما تقول أنا ضربت في دبي وقطر أمثلة، لأنه هناك الـ يعني نمط الحياة مختلف، حتى لو كان على الدخل للمقيم أيضا حيصرف ما يأتي. إضافة إلى هذا الأمثلة العالمية الأكثر أو الأبعد، هناك دعم للمؤسسات الصغيرة. إحنا بدينا نلمس الآن دعم للمؤسسات الصغيرة والناشئة، الشباب الناشئ الآن بدأ يتجه إلى الأعمال التجارية. بس ناحية الدعم نسمع تصريحات حلوة وجميلة، لكن نتلقى شكاوى كثير في هذا الملف، يعني الآن ليس واضح الدعم. عموما بس خلينا ناخذ الهاتف اللي طولنا عليه معنا الدكتور صالح الشعيبي، وهو رئيس عضو مجلس الشورى السعودي. أهلا وسهلا بك دكتور صالح. الكاتب محمد الشمري في صحيفة الشرق قال أن غول التستر الذي أنهك الاقتصاد بتصدير المليارات من ريعه إلى الخارج طال قطاعات حساسة مثل التعليم، وبعض المدارس الأهلية تدار بالتستر فعلا. سؤالي لك، أين يعني مجلس الشورى من اتخاذ توصيات حازمة في 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 لمكافحة التستر، إن كان ما يقول الكاتب محمد الشمري صحيح؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. أنا في وجهة نظري الحقيقة التستر التجاري وما عبارة عن جريمة اقتصادية، ويجب التعامل معه من خلال أنظمة كثيرة. إن وزارة التجارة ليست فقط هي المسؤولة عن مكافحة التستر كنظام، النظام قديم ويجب مراجعته، ويجب أن يعاد صياغته أيضا من خلال أنظمة التي استحدثت جديدة، وهي أنظمة نظام مكافحة غسيل الأموال. وهذه الأنظمة كلها سترد بالنسبة لمكافحة التستر الجديد، يعرف قريبا حسب ما فهمت من بعض الأخوان في وزارة التجارة أنه سيتم رفع بعض التعديلات على هذا النظام. أيضا مكافحة غسيل الأموال، وأيضا من مهام وزارة الداخلية وأيضا مؤسسة النقد. نأتي آلية التستر، التستر التجاري والصناعي والتستر بكافة يعني عناصره، هي الحقيقة أصبحت مرض متفشي مثل السرطان للأسف الشديد. المكافحة له يجب أن تكون من وسائل إيجاد آلية من الآليات التي ممكن أن يتم مراجعة نظام أولا الإقامة، الأنظمة التي أوجدت العنصر الأجنبي في البلد. هذه أعتقد أنه مهمة. الأنظمة إذا جاءت لمجلس الشورى سيتم مراجعتها ومتابعة دراستها بشكل دقيق، بما يكفل إيجاد آليات جديدة إن شاء الله في عملية مكافحة. شكرا لك دكتور صالح الشعيب عضو مجلس الشورى على المشاركة. أشكر الحقيقة ضيوفي الأعزاء، شكرا لك أستاذ سعد العجلان على تلبية الدعوة وحضورك استديوهاتنا هنا في الرياض، شكرا لك ثامر السعيد على الحضور، أتمنى لكم التوفيق في صحيفة اليوم. شكرا. كان ودنا نكمل موضوع دعم المؤسسات الصغيرة لكن لاحقا إن شاء الله. إذن راح نروح الفاصل ونعود لكم بعد قليل حتى نكمل باقي فقرات حلقتنا لهذه الليلة.